أصدقائي الأعزاء، من الخيمة العربية بعض من رواد الفن التشكيلي، الفنان المصري محمد طوسون. صوفية الفنان محمد طوسون بين التكعيب والسريالية، بين عبقرية نجال مهداوي وآفاق سريالية سلفادور دالي ونفسية كاندنسكي، تموقع الجامع بارتفاع المنارة الروحية الصوفية المتفردة محمد طوسون. هذا الامتداد والمد الشكلي والتشكيلي لجميل الآيات فينا، جميل الآيات المرتلة بالعلم وبغير علم. أما اليوم والأستاذ المتفرد على شاكلته وأشكاله، بإمكاننا جازمين القول بأننا على قدر من المهارة لننافس الموسيقى إيقاعيا. من خيوط قوس قزح نشج الفنان المتفرد محمد طوسون نوتات جمله السيمفونية اللونية، ومن حركات جمله الحرفية الإسلامية ركب ثلاثيات أبعاده البصرية الممتدة بين مجرات ما لا نعي ونستوعب من أجرام زادت الفضاء والكون والتكوين اتساعا، أبعاد ما فوق العمق الثلاثي المادي المحدد للمكان للزمان، تجسدت فيه الآية أو مفهوم الآية الربانية ليكون كذلك. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بمعلوم المقادير كان وكان العمل بذات الحسبان والتقدير. من آياته الآية محمد طوسون، اتسعت لوحاته بمنظور خارق يعكس اتساع مفهوم فلسفة اللون والحرف، يعكس صوفية وتجلي سمو روح الفنان. تلاوة مباركة من نوع خاص جاءت على لسان الفنان الكبير محمد طوسون. الفنان طبرحة نوردين، بسكرة، الجزائر. رسم أسطورة عشق، رسم أسطورة حب. من بين معظم الفنانين الجزائريين عندما ننطق ونشير باسم طبرحة نوردين نكون بذلك قد نعتناه ولمسناه بمجموع الأسماء: ماسينيسا، سيرتا، كينهنان، نوميديا، ويوبا، وهي أسرته من سابق إلى لاحق. كان بارزا من مواقع وأعلام لها دلالاتها ومعطياتها، أسست بالوجود والموجود زمان المغرب العربي، بها تميز ليكتمل، بها حفل عمله واستقل. من عمق الصحراء الجزائرية التي تحدها جنوبا أفريقيا الصمراء إلى أقصى الشمال وسواحل البحر الأبيض المتوسط، من الشرق الليبي للمحيط الأطلسي الكل الواحد الذي عجز على فصله البعض من بعض فشل ذريع رغم الآليات وتطورها في فنون التمزيق. الكل الحاضر تشكيليا بامتياز من قرون خلت حفلت بها جدران الكهوف وضفاف الوديان، حفرت في الذاكرة التشكيلية الجزائرية صفحات خاصة، ملامحها نسجت الزرابي، وشحت وجوه وزنود النساء، وشحت الأواني والمباني، بها كان الكل، كان المرجع والمخزون الذي طبع ذاكرة نور الدين طابرحة. هذا الفنان الطفل الذي فتح عينيه على وجه أم لا تختلف على أخريات إلا بقربها منه، وما أضافت له ابتسامة رافقته، رافقت ما زخرف به وجهها من وشم. بالبيان والتبيين سافر نوردين، زاده الوشم، زاده الرمز والإشارة وعبقرية التلوين، يخط يوميا قصصا من ذاكرة يحكيها باللوح، يحكيها للبنات والبنين. أسطورة طابرحة نوردين أسطورة في تفانيه، في طرحه، في تركيباته وتركيبه، وبالتالي هو ظاهرة بشعر ألوانه وتشكيل أغانيه. طابرحة نوردين وسيدي
العقبة. هذا هو فنان بسكرة. الفنان السعدي الكعبي، العراق. التمزق الثقافي والنفسي بين الثابت والمتحول بشفافية سرابية، توالت مشاهد الفنان السعدي الكعبي. تواتر وتدفق مشهدي نصي بياني، أوراق ميسر ولعب، تتضح من خلالها قدرة الفنان التحكمية. القبض على العدد الهائل المتلاحق من الحالات من نافذة اللوحة الواحدة، حركات وألوان بالتأكيد، لكنها أصوات، أصوات في نفس الوقت، صيحة لا يسمعها إلا مترجم لغة التشكيل في عالم لا تصدق ما يتطور منه بالدقيقة، بالساعة، باليوم، وبالتالي بالحياة. الفنان أرام خالد الرز، سوريا. رقصة الطاووس بمزاج روحي لوني وتشكيلي على إيقاع وجماليات حلة الطاووس. كان هذا المتبختر راقصا مثل ما فعل وما زال يتفاعل، على بساطه التشكيلي منبسطا، طارحه أرضا مبسوطا حافي الأرجل، يتلمس معانيها طربا وتجليا، يحكي مرارة الحياة وحلوها بتفاوت الدرجات اللونية والجمالية بالتركيز ووحدة القياس المتاحة. لغة الأضداد، أليس البكاء تعبير على الفرح والقرح؟ الفرق والتفاضل الوحيد بينهما عمق أخاديد الوجه، وجه عمله الفني وما حمل من تجاعيد وأخاديد، خربشاته التي لا تعبر إلا على المحيط بها، جمال وجميل صرخت به الألوان، ومزاج الفنان الثائر مرة على مرة موجها أصابعه لسلبيات مجتمع يكاد اليوم أن يفقد الشجاعة، كل الشجاعة، ليظهر على حقيقته. أقنعة تلو الأقنعة، وبات الفنان وحيدا على وجه حق لا يراد له أن يشرق على إيقاعه إيقاع شروق الشمس والقمر. هل الفنان أرام خالد طبيعي؟ الفنان صدر الدين أمين، الملقب بالبدائي، العراق. الصدر البدائي والنملة. من البدائية ما هو فخر وأصل التجربة الذاتية في محيط له من الغرابة والشراسة والحضور الفعال، ما لا يشفع لتواجد موسوم بالضعف والهشاشة بين مد وجزر الفصول الأربعة والسنين المتعاقبة وتحول الأشياء بالعمر أو السن. نشهد للبداء صدر الدين أمين وبدائيته التي جعلت منه الأمين الطبيعي لما هو حوله، بالتوظيف الحسن والفعال لإثارة الخطاب الناضج والمثالي للعمل والاقتداء به. لن تمر نبلة صدر الدين في لوحاته عبثا، أخذت مساحة اللوحة ما يكفيها شرفا أن تكون موضوعا للساعة ومثال بفضل عدد النبل الخلف الذي ضمن لها الكيان، وبالتالي كيان المشهد المثالي العام وكيان اللوحة الفني والموضوعي لمن يعتبر. هذه النملة بالذات التي خاطبت سيدنا سليمان وخاطبها تخاطب اليوم بدائيا مثلها، عرف كيف يتلمس منها
المعاني، ومن خلال ذلك خاطبني لنضمن استمرارية الحياة باستمرارية وجودنا ككائن له الحق في العيش والعمل وحفظ ماء الوجه على الأقل. دمت في الصدارة صدر الدين الصافي، ودامت بك الطبيعة مفاتيح قدرات التوازن لضمان البقاء المفيد. الفنان نجال مهداوي، تونس. القضية روحية إسلامية قبل أن تكون تشكيلية. أعيب على الناقد العربي الإسلامي الذهاب إلى الأمام الغير مؤسس اقتداء بما يأتي من الغرب، مجحفا في حقه وانتمائه مغمض العيون والبصيرة، تاهوا وتوهوا من جاء بعدهم. شكرا لابن شمال إفريقيا الذي استرجع نفسه في شخص القدير نجال المهداوي، الذي أثبت بجدارة تشكيليا ما كنت ألوح به وله. وابحث عنه من خلال طرح السؤال الآتي: لماذا ذهب المغاربة لاختراع رقما خاصا بهم اعتمدوا فيه الزاوية مرجعا بدل الأرقام الهندية العربية التي كانت تفي بالغرض والزيادة؟ حلق الفنان نجال مهداوي عاليا عاليا، والمتحرك مثله مثل النحات الأمريكي كالدر. Thank you.